الصحة والجمال لون جديد للحياة. النهارده معانا المختار مدير الاعلام والاتصال السياسي بجهاز تدريب وزارة الاسكان، وكمان المدير التنفيذي لجريدة اخبار مجلس الشعب. اهلا بيك يا استاذ احمد. اهلا وسهلا بحضرتك. انا شايف بسم الله ما شاء الله يعني تايتلين كبار، ربنا يخليك، تايتل في وزارة الاسكان وكمان تايتل صحفي. تمام، يبقى حياة الاستاذ احمد مختار مليانة حاجات كتير. خلينا ندخل على طول في اولى فقرات برنامجنا، بس قبل ما نبدا الفقره لازم تقر باستعدادك للاجابه على اي سؤال. تقر بذلك؟ اقر بذلك ان شاء الله. ايا ما كان السؤال؟ ايا ما كان السؤال. وبعد اقرار الاستاذ احمد باجابته على اي سؤال ندخل على طول في برنامجنا واولى فقراتنا على نار هاديه. على نار هاديه. ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين ومعانا الاستاذ احمد مختار. الاستاذ احمد مختار، مين هو احمد مختار؟ احمد مختار انسان بسيط اتربى على الارض ديت، مثله زي كل الشباب البسيط اللي عانى وكافح وللاسف يعني شعر بالظلم وشعر بالاستبداد وشعر بمراره وغصه في بعض الامور التي تمر بها البلاد خلال الفتره المنقضية. فأنا تقريبا 40 سنة، متزوج وأعول، بعمل بالوظيفة الأساسية اللي هي الحكومية، مدير الإعلام والاتصال بجهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء، التابع لوزارة اللي بيرقص هذا الجهاز العريق اللواء مهندس محمد صلاح الدين أمين رئيس الجهاز. هذا الرجل شخصية قيادية تسعى إلى العمل على إظهار هذا الجهاز في أحسن مستوى، تسعى إلى إيجاد فرص عمل للشباب، بل تسعى لتوفير فرص تدريبية وفرص عمل خارج مصر وداخل مصر. طبعا التدريب في مصر محتاج إلى كثير من الجهود وكثير من يعني كل الامور اللي لازم تتضافر للارتقاء بمستوى التدريب وحتى مستوى التدريب العام المهني. تمام، خلينا قبل ما نطلع من الجمله دي او من النقطه دي ندخل للاسره شويه. خلينا نتعرف على الاسره، افرادها، الزوجه، الاسره الصغيره. الاسره بسيطه، في عندي انوس وفي عندي انوس. ايوه، وفي هو انس. ايوه تمام. وفي عندي بنوتة جميلة كده، مش عايز اذكر اسمها عشان قالت لي ما تقولش اسمي. ليه؟ ده احنا عايزين نوجه تحية يعني يعني احنا بنوجه تحية لأنس والبنوتة اللي طلبت ان ما تقولش اسمها، فيعني كنا طالبين احنا احسن تحية لأنوس. دي حاجة كبيرة قوي يعني، ونتكلم شوية في الشغل. طيب خلينا نخرج من عند أنوس والبنوتة الصغيرة والزوجة، مش هنوجه لها تحية. سماح. طب مش هنوجه تحية للمدام؟ لا تحية طبعا، تحية ليها يعني، بس الأولاد برضو هم دول الأساس يعني. أعتقد الأسرة، أسرة أي حد أو حياة أي شخص بتبقى مصدر السعادة لهذا الشخص. الحمد لله. طيب خلينا نتكلم في الجانب العملي، نطلع نبعد شوية عن الجانب الشخصي ونتكلم في الجانب العملي. البدايات كانت إزاي؟ الحياة كان فيها إيه؟ مشيت إزاي؟ خلينا نتكلم من البداية حتى الآن. حضرتك انا زي ما قلت لحضرتك انا انسان بسيط ومن اسره بسيطه. اسره كان رب الاسره والدي اللي من هنا بوجه له تحيه وبقول له انت تعبت كتير قوي 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 وكتر الف خيرك. راجل كان بيعمل في وظيفتين في اليوم، راجل كان ما بينامش 3 أو 4 ساعات في اليوم، راجل كان يوم الاجازه بتاعته كان بيخلينا ننام في اوضه النوم معاه عشان من كتر الاشتياق. هو بعيد عنكم؟ طبعا، من كتر الاشتياق. كم واحد لينا في الاسره؟ كم فرد؟ هو حضرتك احنا كنا 4 بنات وثلاث صبيان وثلاث اولاد، يعني 7. فكان هو يعني بيعمل ليلا نهارا. طبعا، فعانى كتير. بس انا عايز استوقف عند اللمسه البسيطه، انه كان بيجمعكم كلكم في اوضه واحده في يوم الاجازه
من يعني من شدة اشتياقه ليكم. اقول لحضرتك دي لمسة جميلة حاجة جدا. اكتر من كده كمان، انه كان عشان يوفر الحرارة في الغرفة نفسها في ايام الشتاء الباردة، فكان يجمعنا كلنا، ممكن يضم مثلا حاجة جنب السرير عشان نبقى جنبه. يعني كان كل فكان مستوى حنانه، وربنا يديله الصحة وربنا يعفو عنه ويشفيه واشوفه في احسن الحالات، وربنا يجعلني سبب في سعادته ان انا تعبته كتير. تعبته في ايه بقى؟ كان عندي طموح. طب الطموح احيانا بيبقى مزعج لرب الاسره. بالظبط. لما يكون في ابن عنده طموح او شديد الطموح بيبقى بيسبب ازعاج. طبعا. يعني تخيل مثلا لما انا يكون عندي 18 سنه وعايز اقول له انا هعمل مكتب مقاولات. معقول 18 سنه هعمل مكتب؟ هبقى مقاول يعني. بالظبط. بس أنا يعني خلينا نقف عند، يعني مش معنى جالك مجال، يعني ليه فكرت في مجال المقاولات؟ هو ليه هتشتغل في المقاولات؟ اقول لحضرتك ان انا كان في فتره من الفترات حبيت اساعده، وحبيت اشتغل من غير ما اقول له، وحبيت يعني ارفع شويه من المجهود اللي عليه. اتفاجئت ان هو راح للشخص اللي انا شغال معاه، كنت شغال معاه كهربائي، فقال له لا ما تشغلوش، انا مش عايز اشغله. وكان عندي في الوقت ده مثلا 16 او 17 سنه. يعني انت اشتغلت في حرفه قبل ما تفكر انك تعمل مكتب مقاولات. بالظبط. ده كان بدايه الطموح. دي تجربة يعني خلينا نتعمق فيها شوية علشان نقدمها كنموذج للشباب، ان العمل ثم العمل ثم العمل هو سر الحياة. تتفق معايا بذلك؟ طبعا. طيب طبعا. خلينا ندخل في بداية يعني بداية العمل او بداية علاقتك بالعمل بدأت ازاي؟ زي ما قلت لحضرتك ان انا اشتغلت صنايعي، اشتغلت كهربائي. اشتغلت كهربائي. بل ده فترة من الفترات اشتغلت في موضوع العتالة. اللي هي شيل حاجات والكلام ده، هو طبعا ما رضاهاش ليا ابدا. فللاسف هو نفسه عانى من الموضوع ده، فانا كان نفسي ان هو يساعدني ان انا اشيل عن كاهله التعب والمجهود اللي هو بيعمله. ما شوف حضرتك الشخص اللي بيحب يتعب بس ما يتعبش اولاده، ده والدي. بيحب يتعب بس ما يتعبش طبعاً اولاده. طبعا. هتاخد ده مثال للاب الجميل. طبعا. يعني بقول لحضرتك واحد كان بيشتغل شغلتين وثلاثه في بعض الاوقات، والاسره برضه يا استاذ احمد اسره كبيره يعني. طبعا. يعني عدد بسم الله ما شاء الله. وفي ظل ان كان زمان ما فيش يعني احنا ظروف. دلوقتي الظروف كانت صعبه، الظروف احسن كتير. يعني متوسط الدخل دلوقتي زاد مثلا، بالنسبه للمستوى التعليمي والعلمي بقى كويس، مستوى التكنولوجي والاتصال وتكنولوجيا المتقدمه بقت احسن. فزمان ما كانش فيه الكلام. مستوى الطلاقي اكبر، فنقدر ان يبقى ظروف الحياه ممكن تكون، مع ان بيقولوا ان دلوقتي ظروف الحياه اصعب من زمان. يعني بعض الناس اللي بتقارن بين قديما والان يقول لك ان لا زمان كانت الدنيا اسهل والظروف اسهل، لكن اعتقد كانت الاموال اقل. هو زمان لو احنا جينا صنفنا كنا في الغني والمتوسط والفقير. دلوقتي الغني والفقير. الغني والفقير. ده الفرق بين دلوقتي وزمان. طيب الطموح، يعني انت قلت لي برضو انك او احنا اتفقنا على ان الشخص الطموح بيكون مزعج لاسرته. في بعض الحالات. في بعض الحالات. واصريت انك تفكر انك تشتغل في مجال المقاولات وتشتغل كيعني في الكهرباء، مجال الكهرباء. يعني انت دائم نظره او نظريه الطموح بالنسبه لك نصب عينيك زي ما بقول. بالظبط. طب تيجي نطلع نشوف تقرير ونشوف الناس بتتكلم عن الطموح ونشوف اراء الناس ايه. تحت امر. خلاص هنشوف التقرير اعزائي المشاهدين عن الطموح واراء الناس في يعني العمل، وهنشوف التقرير وهنرجع تاني. ايه هي اقصى طموحاتك؟ اقصى طموحاتي ان انا اخلص دراستي يعني في مجالي وافتح شركه لنفسي ان شاء الله يعني. هو انت متخصص في ايه؟ في كمبيوتر ساينس، حاسبات ومعلومات. تمام. يعني نفسك تطلع ايه بعد ما تخلص؟ نفسي افتح شركه يعني ليا، وابقى يعني في اي تي اعمل بروجرامنج كتير يعني على اندرويد وعلى الموبايلات وكده يعني ان شاء الله. الوصول لطموحاتك شايفها سهله ولا صعبه؟ لا طبعا صعبه، مفيش حاجه سهله. اشتغل واعيش كويس، بس شغل يكون في شغل واعرف اعيش كويس في البلد بس، مش اكتر. انت
تمام. هو حضرتك دراستك ايه اصلا؟ دراسة دبلوم تجارة. طب ونفسك تبقى ايه؟ نفسي ارتاح، بس عايش عيشة مرتاحة مش اكتر، مش حاجة معينة يعني، او معنى صار مش عايز اتكلم في السياسة، بس نفسي البلد تتظبط شوية. تمام. مالكش طموحات شخصية؟ شخصية؟ بقى شخصية لا، شخصية لا طبعا. ان انا توفر لي شغل ماشي، ومكان ان اعرف اعيش فيه جوزي شقة يعني، ويعني وشوف بلد يعني اعيش في امان. بس الواحد طبعا بيشتغل يبقى يحقق كل حاجة وعايزها، من غير شغل مفيش، هحقق منين؟ والله طموحاتي ان انا اعيش عيشة كويسة، وامن مستقبل اولادي، واعرف يعني لما حتى يعني ابني مثلا ادخله مدرسة يتعلم تعليم كويس، صحة كويسة، يبقى له مثلا شقة يستقر فيها. بس انما انا مش عايز من الدنيا حاجة، انا اوفر حاجة لولادي بس فقط. تفتكر ده سهل ولا صعب؟ لا هو والله بالنسبة يعني الواحد بيراعي يعني ظروف الحكومة اليومين دول واللي بتمر بها البلاد، ده ممكن صعب عليهم شوية، واحنا بنكافح على قد ما نقدر. بس هو ما فيش يعني شغل متوفر. انا اللي عندي ارض ولا عندي وظيفة باكل منها عيش. جدا حلي بقك بكلمة، غير مر الحياة، ده الحلو في كل نسمة. ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين، وزي ما شفنا استاذ احمد التقرير يعني متفاوت ما بين شخص واخر، كل واحد له طموحه. لكن نستوقف عند احد الاشخاص، انا ما عنديش طموح. يعني ايه انسان ما عندوش طموح؟ ده بيرجع للنشأة. للنشأة ده الانسان يعتبر المتواكل. مفيش انسان ما عندوش طموح. انا لو شغال وظيفة صغيرة اتمنى ان انا امسك مدير للادارة، اتمنى ان انا ابقى رئيس للجهة. مفيش انسان ما عندوش طموح، يعني هو الا الانسان اللي هو المحبط اللي خلاص قفلت. يعني خلينا نقول دايما الطموح هو الباعث على النجاح، هو اساس الامل. اساس الامل، والامل اساس النجاح طبعا. نرجع تاني للطموحات، وكنت دايما يعني بتذكر انك يعني طموحك زي ما بنقول يعني شديد وقوي، فكان بسبب ازعاج للوالد، وإزعاج حميد على فكرة. قبل النقطة ديت ممكن بعد إذن حضرتك نعلق بس على نقطة. اتفضل. في حاجة حد تعلق؟ يعني معظم الإخوة اللي هم جم في التقرير دوت اللي قال أنا نفسي أبقى عندي شقة، أنا نفسي عندك أتجوز، نفسي أأكل عيالي. يعني كل أملهم اللي هي الحاجات البسيطة الأساسية التي كفلها الدستور. فالمسكن الصحي حق لكل مواطن كما قال الدستور، فالعلاج الطبي حق لكل مواطن كما كفله الدستور، التعليم، الشقة، كل ما ذكر في التقرير ما هو إلا أبسط البساطة. يعني نقدر نقول إن ده أقل الحقوق طبعاً، أقل الحقوق طبعاً الإنسانية لأي طبعاً إنسان طبعاً طبعاً. أنا متفق معك في كده بلا شك. لكن خلينا نرجع إلى الطموح. هل الطموح مرتبط بالتربية أو ليه علاقة بالتربية، ولا الطموح زي ما بنقول بيكتسب من الحياة؟ الطموح نقدر نقول 70% أو 80% متعلق بالتربية، والباقي دي من الشخص نفسه ومن تكوينه النفسي. طيب ازاي اربي نشأ عنده طموح؟ ازاي اربي ابني في البيت او انشئ في شخص الطموح دايما، او قابليته للابتكار والابداع؟ بحاجة واحدة راجل بتاع تدريب وراجل في المجلة. حبب الشخص في الوطن، حببه في تراب الوطن، علمه يعني انتماء. احنا شايفين شبابنا او بعض من شبابنا بيلعن وبيسب في الجيش. ما يكره جيشك الا عدوك. اسرائيل اللي هي الدولة الصهيونية الغاصبة لاراضي العرب، في بتعمل رحلات مدرسية لطلبة الابتدائي والاعدادي والجامعات، ليه؟ ان هم يقضوا يوم واثنين ومعسكرات داخل السكنات العسكرية بتاعتهم. واحنا يعني بعضنا بيسب في الجيش. يعني خلينا نتفق ان هناك ثوابت لا يجوز الاقتراب منها طبعا، هناك طبعاً اماكن او طبعاً نقاط لا يجوز الاقتراب منها. هو الانتماء، انتماء للوطن ايا ما كان هذا الوطن طبعاً، ايا ما كان يعبر عنه طبعا، سواء كان اجهزته او مؤسساته. فالانتماء ده يعني طبعا ده شيء اساسي زي الهواء والماء، لا يمكن الاستغناء عنه. اعتقد دي غريزه ما تتنماش. اعتقد دي غريزه، يعني الانسان بيولد بغريزته عنده انتماء اكتر ما هي غريزه فهي تربيه.
تربية. يعني انت شايف ان هي طبعا بالاضافة انها غريزة طبعاً. هي محتاجة طبعاً. تكون تربية. حضرتك الطفل ده ما هو الا عجينة ممكن تطلعه علماني، ممكن تطلعه مسلم، ممكن تطلعه مسيحي، ممكن تطلعه يهودي، ممكن تطلعه يحب الوطن، ممكن تطلعه عدو للوطن. اللي هي المؤثرات انت بتدخله ايه بالظبط. يعني بالظبط بتدخل وحدة. على زي الكمبيوتر وحده ادخال بتدخله ايه عشان يطلع لك عشان إيه؟ يطلع لك ايه بالظبط. خلينا نيجي لمجال التدريب يعني بوصف حضرتك متخصص في مجال التدريب ونقول احنا محتاجين ايه علشان نطلع شباب مميز في الصناعه الحرفه مميز عامة في كل المجالات محتاجين ايه؟ اولا انا بوجه تحية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لانه اول رئيس عرف يعني ايه تدريب. اول رئيس انشأ وزير الدولة للتعليم الفني والتدريب طبعا. اول رئيس يهتم بالتعليم الفني. فدي اول نقطة ممكن احنا نتكلم فيها. احنا عندنا في الدولة عدة جهات تعمل على التدريب ماشي. اولها الجهاز دوت. الجهاز دوت منشأ من سنة 71 ماشي. انشأه الوزير حسب الله الكفراوي ربنا يديله الصحة. كان الغرض منه انه هو في وقت من الاوقات قلت الايدي العاملة نتيجة عزوف الحرفيين اللي هو السباك والنجار والحداد والكلام ده كله عن العمل في مصر وذهبوا لتنمية الخليج بعد الثورة الهائلة في صناعة البترول التي كانت سبب رئيسي في تطوير العمران في دول الخليج. فبقى عندنا في أزمة مشكلة في العمالة طبعا. لدرجة لو تتذكر حضرتك معايا كان في يوم من الأيام بيسموا السباك إيه؟ دكتورة وما زال لسه بتسمع بس ما بقاش زي الاول يعني كان شغله بالساعه. الراجل المحترم حسب الله كفره ربنا يديله الصحه قال لي طب ما احنا ننشئ جهاز للتدريب. عمل بروتوكول مع اليابانيين وعمل بروتوكول مع الالمان. انشاوا جهاز التدريب بنواه مركز متخصص للتدريب في جسر السويس اللي هو مقر الرئاسه دلوقتي. وعمل 65 مركز تدريب على مستوى الجمهورية. المراكز دي بتدرب على ايه؟ بتدرب على النجارة المسلحة، الحداد المسلحة، الكهرباء، بياض المحارة، الدهانات. او بتطلع ناس محترفة طبعا ولا هو طبعاً. شيء تقليدي بيدخل خد دورة يمشي يلا بقيت الكلام ده كان قبل الثورة لكن لما جالنا سيادة اللواء محمد صلاح الدين امين الراجل ده اساسا لواء خريج المؤسسة العسكرية يعرف يعني ايه تدريب يعرف يعني ايه شغل. فاصبح الموضوع خلال اقل من 6 شهور يا فندم الجهاز اللي حققه الايام ديت ماشي ما لم يحققه خلال اكتر من 35 سنة اللي فاتوا او ال 40 سنة. طبعا احنا نتمنى ان مثل هذا الجهاز او هذه الاجهزة ان هي تبقى اكتر من كده طبعاً. تبقى عددها اكبر مراكز التدريب طبعاً. تبقى اكبر عشان نطلع ناس على الاقل محترفين ويواكبوا دايما الحديث في معالي الريس. احنا الخريج اللي بيبقى بيدخل عندنا بيتدرب على المهنيات اللي بيدربوا اساسا المدرب اللي دربه اصلا واخد دورات تدريبيه خارج مصر واخد حاجه اسمها ماستر انترناشونال اللي هي تي او تي. فديت اساسا اللي واخدينها على مستوى العالم كلهم كم واحد يعني هو 350 يعني واحد. تقصد ان هو الناس اللي قايمه على التدريب ناس محترفه طبعا. خلينا نطلع من المجال ده شويه وهنرجع له تاني وندخل شويه عند الاستاذ احمد مختار ونتكلم في التحديات اللي واجهت حضرتك. ايه اهم تحديات واجهت حضرتك في الحياه كلها؟ والله هو كان اصعب تحدي يعتبر واجهني نقدر نقول اما انت تثق في حد قوي والحد ده ما يطلعش قد الثقة دي. وكان عشان اتحدى نفسي في المقام الاول كنت لازم ادوس على كل حاجة. طب خلينا نوضح اكتر يعني بلاش الالغاز دي في الله. لا خلينا نوضح علشان نقدر نستفاد من التجربة ونقدمها للناس نقدر نفيد الناس بالتجربة دي. كيف واجهت التحدي؟ كيف واجهت شخص تثق فيه وما بقاش قد الثقة وتصرفت ازاي عشان اقدم النموذج ده للشباب او لكل اللي بيشوفنا؟ طيب دون التدخل في ذكر اسماء لان الناس ديت ما زلت اكنهم كل معزه واحترام
رغم عدم التواصل معهم. احنا بعيدا عن الاسماء بالظبط. خلينا نوصل الواقع. تخيل حضرتك لما مثلا انا قلت لحضرتك ان كان في طموح مشروع ومشروع كبير وان والدي حاول يسد ببان كتيره قوي عشان ما امشيش في المشروع دوت، لدرجه ان انا مثلا جيت في وقت من الاوقات طلبت منه فلوس فقال لي معيش، وجي يوم الافتتاح لقيته ظرف كبير كده اتفضل. لما لقي هو ان خلاص ما بقى امر واقع، خلاص بقى انا فاتح المجال. يوم الافتتاح قال لي اتفضل. قلت له طب انا خلصت الشغل؟ قال لي اتفضل. قال لي سد اللي انت واخد من فلان. قلت له انت ايه اللي عرفك؟ قال لي ما انا كنت متابعك، ما ينفعش اسيبك. هو الاب دايما بيفضل حاطط ابنه تحت المنظار طبعا، اذا شافه بيسلك طريق كويس فبيدفعه لذلك هو بعيد. يعني تعرف وليه بيفضل مترقب؟ اكيد عارف يعني ان هو لو شاف حد عن الطريق هو بيبدا يقومه، لكن هو تدخل لما لقاك بدات تسلك الطريق خلاص بدا يديلك الدفع القوي. اعتقد الفقره الاولى عندنا مرت بسلام، كانت فقره هادئه وما ازعجناكش. لكن اعتقد هندخل بقى على حاجه اكثر ازعاج شويه او اكثر سخونه شويه، وهنشوف الفقرة التانية. أعزائي المشاهدين، الفقرة التانية ومشهد ساحر. ورجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين، وزي ما شفنا أستاذ أحمد الفنان عادل إمام مبدع كالعادة في تجسيد أدواره، مشهد مليء بالسلبيات، مليء يعني مدرس في حالة فقدان الوعي، عدم اكتراث بالوقت، عدم اهتمام بالعمل. تعليق حضرتك إيه على المشهد ده؟ والله هو المشهد دوت بيحاكي 90% من الواقع بتاعنا. معقول؟ ويمكن اكتر. ده اجابه صادمه دي. للاسف 90% من الواقع بتاعنا بيحاكي هذا المشهد. للاسف احنا عندنا رئيس وزراء محترم جدا جدا طبعا، وعندنا مجموعه من الوزراء هايلين، لكن 90% من الهيكل الاداري من موظفي الدوله للاسف يعني بيروح مش عشان يقوم بعمل هو واخد مقابل مادي ليه، لا بيروح بيعتبر ان المكان دوت راحه ليه. يعني ممكن يشتغل بالليل او يشتغل اي حاجه ويروح عشان ينام. يعني انا عن تجربه شخصيه اعرف شخصيه في مكان ما بتروح فتح المكتب بتاعها ما هو الا تقلي طعميه، تقلي بتنجان، تقلي. معقول؟ تيجي تسالها اعملي شغل يقول لك هم بيدونا ايه؟ طب ما تشتغلش، بيدونا طب ما تقدمي على اجازه بدون مرتب. طبعا سيبي شغلك، مكانك ده بيتمناه مئات الالاف والملايين. في حاجه يا استاذ احمد لتغيير كثير من المفاهيم عندنا. طبعا هو نرجع محتاجين الاعاده الضبط زي ما بنقول بالظبط، وده بدا يحصل في خلال اخر سنه بس برضه مش مجهود. هيحصل بس مجهود كبير ولا خمس ست سنين عقبال ما نقدم خدمه الجهاز الاداري للدوله يقدم خدمه تلقى قبول لدى المواطن. دوركم ايه بقى في التدريب؟ ودوركم ايه في وزاره الاسكان؟ احنا دورنا الجهاز اللي بقول لحضرتك عليه دوت بيوفر فوق بيدرب جميع فئات المجتمع بدءا من العماله العاديه، الراجل اللي بيجيد القراءه والكتابه بشغله بديله دوره تدريبيه لمده 3 شهور، بديله مقابل مادي 10 جنيه عن كل يوم تدريب، بديله شهاده ان هو اجتاز فتره التدريب. بعد كده حب يبقى هو عامل ماهر بديله دوره تاني. في عندي طلبة الجامعات اللي هو كليات الهندسة والكليات المتخصصة والفنون التطبيقية وما شابه، بديهم كورسات متخصصة في مجال دراستهم. في عندي كمان البروتوكول اللي عمله جهاز التدريب الانتاجي على حرف التشغيل والبناء ممثل في السيد اللواء محمد صلاح الدين امين اللي هو رئيس الجهاز، عمل بروتوكول جميل جدا مع احدى الشركات العالمية. ينفع اقول اسمها ولا؟ لا تفضل. شركة بلادن العالمية عمل بروتوكول قوي جدا. ايه هي بنود بهذا البروتوكول؟ انت عندك هنا في مشكلة قوية جدا انك انت ما بتعملش ربط بين سوق العمل، احتياجات مصر عايزة ايه ماشي، وبين الحاجات اللي انت بتدربها. يعني نقدر نقول ان في بشرة للبلد ان احنا هنقدر في فترة قريبة ان شاء الله نقدر نتخطى كثير من الصعاب في مجال التدريب ونطلع. معالي الرئيس انا بدعو لسيادتك وتيجي تشوف بعينك واسرة القناة، تيجي تشوف ان احنا بندرب الناس ازاي. لو عندك 5000 شاب انا مستعد ادخلهم
خلال هذا الشهر تدريب، وبعد كده بعد عملية التأهيل اشغلهم تبع شركة بن لادن. ده الاتفاق بتاعي. يعني تدربه وبعد كده توفر له فرصة عمل. بالظبط، اعتقد محترمة يعني. بالظبط، داخل مصر وخارج مصر. داخل مصر وخارج مصر. الحافز اللي بتديه بن لادن بدءا بدون بدون البدلات. يعني بلاش مش عايزين نخلي الموضوع اكثر على مجال الشركات، لان احنا طبيعه برنامجنا نتناول الشخص تمام بنفسه. انا اقول لحضرتك يعني انت طبعا 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 الحديث عن التدريب ومجال التدريب بلا شك انت يعني تدينا ومضه في هذا المجال، ان في امل ان شاء الله يطلع عندنا شباب. لا في امل كويس جدا جدا جدا. انا بقول لحضرتك إن شاء الله. الراجل دوت بصراحه نديله سنه وبعد كده تعالى انت عملت لنا ايه. خلينا يعني ان شاء الله ندعو من ربنا ان احنا نجتاز كثير من الصعاب إن شاء الله اللي بتواجهنا ان شاء الله. وخلي بالك يعني البلد محفوظه ان شاء الله. طبعا محفوظه، يكفي المولى يعني عز وجل هو بيد حد ده، بيد ربنا طبعا. فده يعني حافظن. ده موضوع الواحد يعني مسلم من طبعاً. ضمن المسلمات بالنسبه لنا. خلينا ندخل على طول لايه الشيء اللي تديله كارت احمر في حياتك. الاستاذ احمد مختار يدي كارت احمر ليه؟ الكذب. كذب الافاقين. ليه؟ انت باين عليك موجوع قوي من الموضوع ده. وجعي انك انت حضرتك عاوز تعمل حاجه لبلدك وتلاقي ايادي بتخبط فيك. عاوز تشغل الدنيا وتلاقي ناس بتوقف المراكب السايره. يعني اتفق ان الكذب بياخذ كارت احمر طبعا بالنسبه لك. طبعا والافاقين زي ما ما يبقاش واحد وليكن بتاع بانجو وبيشرب بانجو ومخدرات وبيدعي الفضيله. ما ينفعش يعني واحده مش كويسه وبتدعي ان هي صاحبه الصون والعفاف. يعني خلينا دعنا نتفق على ان احنا يعني الكارت الاحمر محتاجين نديه لحاجات كتير جدا يعني طبعاً. من ضمنها وعلى راسها الكذب. الكذب ده عاده يعني ربنا في احد ينقذنا منها. في طبعاً. احد الصالحين ليه حاجه كده في الاثر يعني كان راح لاحد الصالحين شخص فبيقول له انا بزني، فقال له لا تكذب. فراح له مره كمان انا بسرق، قال له لا تكذب انا بغتصب لا تكذب. فراح له تاني انا كل ما اقول لك على حاجه تقول لا تكذب، قال له لا تكذب وتعالى لي بعد اسبوع. بقى مثلا مراته تقول له انت رايح فين، يجي يقول لها ده انا رايح اسرق، يتكسف يروح قاعد. واحد صاحبه انت رايح فين، هيقول له رايح ازني، ارتكب معصيه، هيروح قاعد. الكذب لو تم محوه من شخصيه الانسان هنبقى في مجتمع فاضل جدا ان شاء الله. ان شاء الله يعني سنتغلب على هذه العاده السيئه، وان كانت يعني طبيعه بشريه، لكن ان شاء الله نقدر ان احنا نتخطى كثير من الطبائع السيئه. خلينا نقول نوجه لمين رساله شكر. اتنين في حياتي او ثلاثة. نبدا باول حد نوجه له رساله على طول وفورا. والدي. والدك. ده نوجه له رساله شكر. اقول له شكرا جدا 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 على اللي انت عملته معايا. طيب مين تاني نوجه له رساله شكر؟ اللي هو محمد صلاح الدين امين. رئيس يعني جهاز. عشان هو رئيس جهاز وحضرتك بتشتغل معاه الفتره دي. على اساس ان انا اشتغلت مع كذا رئيس جهاز. شفت ماشي. ان هو حد مميز. مميز جدا. شخص وطني، شخص بيحب بلده، شخص عايز يقضي على البطاله، شخص جات له يعني فرص للترقي ممتازه، قال لك لا انا مش همشي من هنا غير بعد ما اقضي على 50% على الاقل من البطاله في مصر. رائع جدا جدا يعني. مين نوجه له رساله شكر ثالثه؟ انت ذكرت ثلاثه. دكتور مهندس استشاري اسماعيل نصر الدين. مهندس استشاري اسماعيل نصر الدين. طب انا لاحظت ان مفيش شكر للزوجه، مفيش شكر للوالده. طب الاسره دي حاجه بقى. لا انا ما يعني بص انا مش بوقعك فيهم، بس انا والدي يعني والدي ده الاساس كاسره. تمام. يكفي ان انا مش موجود وهو اللي قايل. طب والام مش هنوجه لها رساله شكر؟ امي طبعا. والزوجه مش هنوجه لها رساله شكر؟ طبعا. وانوس مش هنوجه لها رساله شكر؟ كلهم. وسماح. والمدام محتاجه رساله شكر؟ كلهم. طب يعني هو الاستاذ احمد ما وجهش رسائل، انا هوجهها نيابه عنه. يعني اختص بثلاث رسائل طبعا لكم كل الشكر وكل التقدير والاحترام. خلينا برضو نرجع تاني ل
حاجة غيرت مجرى حياتك، يعني موقف أثر فيك جدا لدرجة ان انت غيرت من الطريق اللي كنت ماشي فيه. مرض احد الاصدقاء. لا، احكي لنا التجربة دي ازاي غيرت. يعني كنت شايف ان الدنيا ديت كبيرة، وكنت حاطط في دماغي ان الواحد متوسط، الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام قال لك متوسط اعمار امتي ما بين 60 و70. فمطمن. كل واحد مطمن قوي. وصل 60. طبعا 60 ل70 خلاص بقى ابدا اقلق. فلما يكون شخصية قدامك وشخصية مؤثرة في حياتك جدا وفجأة تقع، فكانت حاجة قوية قوي. يمكن ده ابتلاء من عند ربنا اللي طبعا يرفع بيه يعني طبعا شيء كثيرة كانت ممكن تكون تصيبه. طبعا. طيب برضو خلينا نرجع ونقول نصيحة سمعتها في حياتك ويعني معلمة معك قوي. إذ لم تجد ما تحب فحب ما تجد. شبابنا احنا ما عندناش بطالة في مصر، احنا عندنا كسالة في مصر. لو اخر 15 سنة درسنا كده الوضع بالنسبة للبطالة في مصر، هتلاقي لما حصلت الازمة العراقية العراقيين جم هنا في مصر واشتغلوا وعملوا مشروعات. سوريين دلوقتي، سوريين لما حصلت الازمة بتاعتهم جم واشتغلوا، يعني الليبيين جم واشتغلوا. يعني نرجع نطرح نقول سؤال كده، هل البطالة في مصر رجع الى كسل الشباب ولا لعدم وجود فرصة عمل؟ لا، كسل الشباب رقم واحد. مفيش بطالة في مصر، اللي عاوز يشتغل هيشتغل، انما ما يمان. لكن في كسل، في كسل. ما بقول لسيادتك انما العمل انت موجود. شفت ان في بطالة بالنسبة للإخوة السوريين لما جم هنا؟ شغالين، كلهم شغالين، ودلوقتي معظمهم بقوا أصحاب مشروعات. وعايز أقول لك على حاجة، ده في ماركة كبيرة جدا وليها إعلانات في التلفزيون كبيرة جدا، وأصلها سوري. أصلها سوري طبعا. ناس شغالة وشغالة فيها مصريين و و و و يعني نرجع نقول إن الموضوع راجع لكسل الشباب وليس لعدم وجود فرص عمل. بالظبط. بص يا باشا، معظم شبابنا للأسف يعني هنيجي بعد 5 سنين كده، واللي هو الشباب اللي قاعد على الانترنت وعمال يقول يسقط يسقط حكم العسكر ويسقط يسقط مش عارف ايه، وعمالين يتنحوا سياسيا. هتيجي الشاب اللي هو عمال يقول يسقط يسقط حكم العسكر، بعد 5 سنين ده هيجي عشان يقدم على وظيفة، هتلاقي ان صاحب الشركة او المكان سوري وضيع وقته. ضيع كتير من الوقت، ضيع وقته، ضيع عمره. عايز اقول لك ضيع وطنه في جدال وسجال، ويعني احنا في حاجات الى في امس الحاجة ان احنا نشتغل ونجتهد و و و و ودع السياسة لاهل السياسة، ودع الاقتصاد لاهل الاقتصاد. خلينا كل واحد يبص لنفسه بانه يشتغل ويجتهد. تعرف لو عملنا كده يا استاذ احمد هننتهي من مشاكل كتير جدا. طبعا ان كل واحد يجتهد في نفسه. يعني نقدر نقول بمشروع التدريب اللي موجود عندكم ده، نقدر نقول ان احنا في خلال فترة قريبة هنشوف شباب ماهر مدرب على اعلى مستوى، ونشيل من دماغه شويه حاجات كده وشويه افكار ان انا لازم اشتغل مدير ولازم اشتغل معرفش ايه ولازم اخد مبلغ كذا، ويبقى العمل بالنسبه له قيمه. يعني تعرف لان العمل قيمه قبل ان يكون ماده. باشا انا عندي 64 مركز على مستوى الجمهوريه، بواقع 3 أو 4 مراكز في كل محافظه. الطاقه الانتاجيه للمتخرجين شهريا من 15 ل 27 ألف شاب في الشهر الواحد. ده ارقام. لما اجي اعلن على الدورات بتاعتي والاقي احجام من الشباب ده، انا ببدا احفزهم، بديله بدل ما كنت بديله 10 جنيه في اليوم في برنامج التدريب بتاع الاي تي سي بديله 20 جنيه. بل ده سياده اللواء محمد صلاح عمل مذكره للوزير، بعض المناطق النائيه اللي هي فيها صعب الوصول المتدرب نفسه لمراكز التدريب، زي مثلا اللي فيها مشاكل امنيه زي مركز التدريب رفح والعريش، بيدي 60 جنيه في اليوم. في الوادي الجديد 40 جنيه في اليوم. السلوم نفس النظام، ومرسى مطروح. فاكتر من كده احفز ازاي؟ في احجام قوي جدا من الشباب. الدولة في احجام عن الاجتهاد. بالظبط. احنا محتاجين تعرف يا استاذ احمد، ده دور التربيه مش دور التدريب. يعني انت بيطلع لك مفروض واحد تخرج من المدرسه مهيئ ان هو يتقبل اي شيء. تمام. يعني هي المشكله مش عندكم بس، هي المشكله قبل كده. خلينا نطلع بقى من المشاكل وندخل بقى في الحاجات الكويسه والحاجات الحلوه. انت بتحب الحلويات يا استاذ احمد؟ عندي السكر.
عندك سكر؟ طب ماشي، ما عندك سكر، انت بتحب الحلويات. اه طبعا. طب ما خلينا نشوف تقرير عن الحلويات، هنشوف هم هيقدموا لنا ايه النهارده، نشوف التقرير وهنرجع تاني. ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين، وزي ما شفنا استاذ احمد الحلويات وصوابع زينب طبعا من الحاجات الجميله اللي كثير مننا بيحبها. خلينا ندخل فقره اكثر سخونه ونخليه سؤال ساخن جدا. مستعد معانا السؤال ساخن جدا ان شاء الله؟ ده اقرار، هتقر بذلك؟ اقر بذلك. مهيئ لاي سؤال هيتم سؤاله؟ طبعا. مفيش اي تراجع؟ لا ان شاء الله. امامك فرصه للتراجع؟ لا ان شاء الله مفيش فرصه للتراجع. بعد اقرار الاستاذ احمد باجابته على اي سؤال، هندخل فقره سؤال ساخن جدا. ساخن جدا. سؤال ساخن جدا. ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين، ومعانا الاستاذ احمد مختار. عندنا 6 اسئله استاذ احمد، هتختار رقم من 1 لـ6. الرقم اللي حضرتك هتختاره هيكون في مقابل لي سؤال، ايا ما كان السؤال لازم تجاوب عليه. اختار رقم. انا بتفائل برقم 6. طب ليه رقم 6؟ تاريخ ميلادي كله ستات، يعني انصحك ابعد على رقم 6. ايوه. نجرب. انا بقى يعني بحاول ان انا. خلاص ناخد 5، مفيش مشكله. هتاخد 5 ولا 6؟ اللي سيادتك تشوفه، مفيش مشكله. ما حضرتك تختار رقم، السؤال اللي هتختاره هيجي قدام. ماشي 6. 6. متوقع ايه السؤال؟ مش عارف. طيب ايه الصفه اللي كنت تتمناها تكون في زوجتك، واللي بتفكر ان انت تغير حياتك لو ما كملتش الصفه دي؟ لا الحمد لله، ده الكمال لله وحده ونعم بالله. يعني اكيد في صفه منقوصه، وما تقلقش محد سامع ولا حد شايفنا. لا ربنا شايفنا، ربنا شايفنا طبعا، ده حاجه اساسيه. لكن يعني اللي محل السؤال مش سامعانا ولا شايفانا. حضرتك ايه الصفة؟ مش شايف فيها عيب. مفيش حد من غير عيوب. طبعا، بس انا مش شايف فيها عيب. انا من نوع حضرتك، انا لو شفت حاجة مش كويسة في شخص بس ابعده، عشان ابقى على الاقل ابقى على صداقته. طيب الاستاذ اعزائي المشاهدين، الاستاذ احمد مختار ناور بينا من السؤال وحاول ان هو يخرج من المأزق ده وما زعلش الزوجه، واحنا كمان حابين ان احنا ما نزعلهاش، لكن هو اكيد بعد الهوا هيقول الصفه اللي كان يتمناها تكون موجوده في زوجته. وانت طبعا خلاص انت ثابت على الزوجه، مش هتغير تروح في يعني تجيب زوجه تانية يعني. لا خلاص، احنا بنبشر الزوجه خلاص، يعني ان الامور تمام مستتبه. احنا سعدنا بيك جدا استاذ احمد، يعني سعدتنا ونورتنا واسرت الحلقه، كانت حلقه معاك يعني مرت بسرعه. اعزائي المشاهدين، يعني ده كان ضيفنا الاستاذ احمد مختار، مدير الاعلام والاتصال السياسي بجهاز تدريب وزاره الاسكان، والمدير التنفيذي لجريده اخبار مجلس الشعب. شكرا ليك يا استاذ احمد. شكرا. اعزائي المشاهدين، دي كانت حلقه النهارده، يعني حاولنا نقدم فيها اسئله هادئه ثم ساخنه، لكن ضيفنا الكريم حاول ان هو يناور من الاجابات على بعض الاجابه على بعض الاسئله. دي كانت حلقه النهارده، اعزائي المشاهدين سعدنا بكم ونرجو ان نكون قد اسعدناكم. شكرا لكم والى اللقاء. للتواصل مع قناة الصحة والجمال، الموقع الرسمي للقناة www.saha.tv، ويمكنكم مشاهدة برامج القناة على صفحة القناة على اليوتيوب www.youtube.com/elsahachannel، وتابعوا صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com/elsahatv، وعلى تويتر www.twitter.com/elsahatv.